نتوكل منه دوما، نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا، متابعينا، محبي الأصالة، محبي رياضات الهجن العربية الأصيلة، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نواصل هنا انطلاقاتنا مشاهدينا من خلال هذا الميدان تحفة ميادين السباقات، لتنطلق في هذا الصباح أيضا اندفاعات التميز لسن الكبار من الحولي والزمول. على بركة الله أعلنت أول الانطلاقات وانطلقت الدفعة الأولى من هذه الحول المحليات الأصيل في يوم للمتميزين ويوم للمشاركين، يوم نتواصل فيه في اندفاع الإثارة هنا على أرضية هذا الميدان في آخر تميزات هذا الموسم الذي انطلق من بدايته وحط الرحال مع نهاية هذا الاندفاع الأخير الذي بدأ واضحا في انطلاقة رياضات الأصالة والتراث. نبدأ بالمقدمة، نتابع المراكز الأولى، نتابع الانطلاقة التي سارت مبكرا تحمل هذه الاندفاع. الصدارة والبداية، الشاسبية محمد بن خميس الشدي الذي يطلق الشاسبية في بداية أول اندفاع، بينما المركز الثاني هناك سرابة سعيد بن محمد بن حسين الخاطري انتقل للمركز الثالث. أتابع الشاهينية مطر بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، بينما المركز الرابع هنا دخول اليافل حمد بن الضعيف بن غدير الاجتبي، والمركز الخامس تواصلت الشاهينية غلام بن موسى بن احمد ال بلوشي، بينما المركز الخامس تاتي غصابة لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان لتصل في المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز الثوري وهنا ايضا دخول اليافل على المركز الثالث حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي، والنصيبة بشعر رغش مطباز بن دودة العامري اللي وصل ايضا يعلن المركز الرابع. 1200 خلاص يا اخوان، خلاص اللي يبغي الاعلان يبغي ايضا الخبر اليقين هناك عند المنصة، منصة ميدان المرموم تحمل الخبر اليقين بمن هو ملك التحدي في هذا الشوط، ملك الاثارة في هذا الشوط. اذا الكيلومتر الاخير، غارة طارت، غارة انطلقت، غارة وايضا دفعت غارة الى مقدمة الشوط من الاندفاع الاول من المسار الاول ما شاء الله وتبارك الله، تنطلق الى الصدارة تحمل هذه البداية. غارة غارة الى الانطلاقة الاولى، غارة غارة الى المسار المطرف المنصوري، سلام الرباع، الضيوف قادمين، الضيوف قادمين، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني مع الرباعة يثبت ان المرباح المتميز ايضا مع الرباعة. هناك اليافل، تحركت اليافل، المهندس هندس الامتار الاخيرة، هندس الامتار الاخيرة، مرغم 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 هناك في انتظار القادمين. الله 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 الله، هي 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 التحديات، هي الانطلاقة، هي المسار الذي يحمل اليافل اليافل اليافل. حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي، والمحاولات قائمة من غارة على المركز الثاني، هلال بن سالم الطراف، وهناك النصيبة على المركز الثالث رغش بن طباز بن الدودة العامري. خلاص نقول مرغم، جود مورنينج يا هالي مرغم، شكرا. حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي قلنا يهندس هناك الشوط، استلم المعلومات النهائيه وانطلق ما شاء الله وتبارك الله. اذا هي اليافل على المركز الاول، تستحقون السلام يا هالي مرغم، سلام يا مرغم، سلام سلام ما شاء الله، صباح الفل يا هالي مرغم، تهارينا والناموس. حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي الذي اطلق اليافل الى الصداره، النصيبه في المركز الثاني رغش بن طباز بن دود العامري، المركز الثالث غاره الى البسال المطرف المنصوري، المركز الرابع الرباع محمد بن ناصر بن شايب القحطاني، والمركز الخامس سرابه سعيد بن محمد بن حسين الخاطري. هذه النتائج والعوده الى هناك ايضا التحديات المطلقه لهذا الاداء 13 دقيقه 5 ثواني 3 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي على هذا الفوز وهذا الانتصار اللي تحقق ايضا هنا المركز الثاني، وصلت النصيبه في المركز الثاني 13 دقيقه 6 ثواني 7 من الاجزاء من الثانيه ايضا في مسار البدايه الاولى والانطلاقه
الاولى ما شاء الله وتبارك الله، والمركز الثالث طارت غارة اذا تهانينا ونموسها 13 دقيقة 7 ثواني 6 من الاجزاء من الثاني، تهانينا لسيد هلال بن سالم الطرف المنصوري، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.